سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب علامات حكم الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. يعني الله سبحانه وتعالى ورجاء سخمة فعلامات أثر فعلا ويجسنوا قبغ خنو لجنو حديث قبطه يورا أبو ريرا قراتا قنبار صلى الله عليه وسلم. وإن الله تعالى قال حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. يقول قنبار صلى الله عليه وسلم تحمي واعي و سوى نماش ورازي غبينا وحرب دأسه تحمي وليفر يعني تحم تبلع خرارا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتخر اشتنغى أغرقا فان تحم بصحي حديث زخرا ملائكة ما قارعوا فزقوا رزقي في مقاقي فتا أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني إيماني أو التقوى تحشتن غزي الخرارا أرتي مؤمن كتر تحمي وليه بس درجات قراقبة وإيمان فشفاش يعني عندك ولي تتصور كرامة بسجو أمريكو أو ربكو أر كرامة تحمي يعني زقرق ويتنيت صفنا قاعدة نخو زقرق وشغنو فدوك متغفش قام إي معنك ولي يعني يورد حمي أنا حشوي زقرق بلعبو خنو تبلعبو فرضو قبتي الحاخر يعني بدأتو فرضو قبتي الحاخر غسجنا طعني وفرض خرب غساتي أشياء بغخمة نوافل خرية و بلا عود حم نحب بلا عوق زبد نوافل هاي بغبيك ما قسمت طعنا يو نوافل هذي بغبيك نام تحم وريج أسو شو يسوى رأخوي و شو زي لو رم تحم زي أورر وزر و أورر عرو رأخو تفتي عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وزر دع ولا حلول اتحاد يعني زبر شيء عن تحم حامض أستغفر الله عفدا بوجه قري أحرى إنما ويني أرب سجدب ويتحكوا خيري لنا ويجدب ويجي قدك يجدب ويأجي وأبي يجدب ويتحكوا هم جيب ويجدب تحم زي غرزة من أمجرى تحم يبقى بس زبغة ويجدب قوتر كي بخون خيري يعني تحم يجاس هم يعزم قوتر زبغة قوتر يفتو درجة ونسب يعني يكي يصيب بعض صخمي وإيمان سجي كلا نحقو نحكر قشة بغاجة خبر فاضي هم قشة بغاجة يعني إيمان ميغتيو مريب وفرائد خير غساجة نوافل خير غساجة يعني مسابوتك زي رجع من أتي عند فاي أرتي جفد الدرجة من السن أنا قلت لي أنا أشتو زخرم قزلت لأرم يأفلت وطيرا يعني سألني أعطينا قصتي وزقوا قصفاش يوم فلت وطيرا طعنا قلت استعاذة زي أرم استعاذة يعني سينا أقستغت شوخم زي قولم زي أرم مش سوخمة تيرا أرتي يعني تحم وفبلع مقص نحب بزارة في شطر نحلو نحيت يعني قد فريشانه بارك الله فيكم صلوات صلى الله عليه وسلم.